ونبدأ نشرتنا الرياضية مع أبرز نتائج انطلاق الدور الستاشر لبطولة كأس العالم 2022، والبداية مع منتخب هولندا اللي تأهل لربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على منتخب أمريكا بنتيجة 3-1، وده في اللقاء اللي جمع المنتخبين على ملعب خليفة الدولي في افتتاح منافسات دور الستاشر من البطولة، وسجل ممفيس ديباي مهاجم المنتخب الهولندي الهدف الأول في الدقيقة 10 من المباراة. بعدها رجع سجل بلاند الهدف الثاني للطواحين الهولندية في الدقيقة الأولى من الوقت الضايع في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الأمريكي وسجل الهدف الأول في الدقيقة 76 عن طريق حاجي رايت، لكن المنتخب الهولندي رد بسرعة بالهدف الثالث عن طريق دوما فريس في الدقيقة 81 من عمر المباراة. دومفريس الظهير الأيمن لمنتخب هولندا فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة اللي حصلت بين هولندا والولايات المتحدة، وده بعد ما سجل هدف وصناعة هدفين، وبكده قادر دومفريس يكون أول لاعب يساهم في 3 أهداف في المباراة في النسخة الحالية من المونديال. لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا أكد أنه بيتمنى تتواجد الجماهير في المدرجات في المباريات اللي جاية، وده لدعم الطواحين في مشوار كأس العالم خصوصا بعد الفوز على الولايات المتحدة والتأهل للدور ربع النهائي. فان دايك مدافع وقائد منتخب هولندا قال ان التتويج بكأس العالم على بعد 3 مباريات، سجلنا 3 اهداف رائعين، اما الهدف اللي استقبلناه فما عنديش فكرة ازاي الكرة دخلت المرمى. التتويج بكأس العالم على بعد خطوات وهنبدأ نتعافى من دلوقتي، وبعد كده هنستعيد بشكل قوي جدا للمباراة الجاية. جريك برهالتر مدرب الولايات المتحدة أكد أنه فخور باللعيبة واللي قدموه قدام هولندا، قال كمان في تصريحات بعد المباراة فخور جدا بالفريق اللي اتبنى خلال 3 سنين، لكني مصاب بخيبة أمل لأننا كنا عاوزين نتأهل الدور اللي جاي، الحظ لم يحالفنا، بذلنا كل جهدنا ولكن خسرنا ولم نحسن استغلال الهجمات. المنتخب الأرجنتيني اتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 بالفوز على نظيره المنتخب الأسترالي بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي جمعت المنتخبين امبارح على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات الدور 16 بكأس العالم قطر 22. حصد ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين ضد أستراليا واللي أقيمت على استاد أحمد بن علي ضمن منافسات الدور 16 بكأس العالم 2022، ونجح ميسي في تسجيل هدف وصناعة الفارق لمنتخب التانجو. ميسي قال بعد كده التتويج بالجائزة فوز الأرجنتين كان مستحق، وده بعد المستوى القوي اللي قدمه الفريق في المباراة. ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قال إن المواجهة أمام أستراليا لم تكن سهلة، وتم تصحيح بعض الأمور أثناء سير المباراة، وكان يمكن الفوز بنتيجة أكبر. على جراهام أورنالد المدير الفني لمنتخب أستراليا على خسارة منتخب بلاده أمام الأرجنتين ضمن منافسات الدور 16 بكأس العالم، وقال فخورين باللي قدمناه في البطولة وفي المباراة دي تحديدا، لكن التوفيق ما كانش معنا والخطأ كلفنا كتير، حاولنا التعادل لكن هي دي كرة القدم. النجم نيمار دا سيلفا لاعب منتخب البرازيل رجع لتدريبات السامبا وشارك في التدريبات بعد غيابه عن مباراتين مع منتخب البرازيل وسويسرا والكاميرون، وده في دور المجموعات وبسبب الإصابة اللي سبق وتعرض لها في الكاحل خلال مواجهته مع صربيا في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم. هاري كين مهاجم منتخب انجلترا قال ان توقيت كأس العالم الحالي هو التوقيت المميز بالنسبة له، وقال كمان جاهزين لمواجهة السنغال في اطار دور 16 من بطولة كأس العالم، قال كمان توقيت كأس العالم كان مفيد بالنسبة لنا علشان استعدنا بدنيا، وفي مرحلة دور المجموعات طبيعي تشوفي منتخبات بتدور على التأهل، علشان كده عاوزين نظهر في افضل حالاتنا. جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا اكد انه حذر كل اللعيبه من الاستهانه بقوه المنتخب السنغالي، وقال كمان في المؤتمر الصحفي للمباراه المنتخبات الافريقيه رائعه وعندهم لعيبه رائعين، علشان كده هتكون مباراه صعبه، وكمان قال ان سيسي مدرب السنغال كوتش ممتاز جدا.
هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا قال ان ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب البولندي من افضل المهاجمين في العالم. وقال لوريس كمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه فرنسا وبولندا اللي هتتلعب النهارده كل التفاصيل هتكون حاسمه، التركيز هو مفتاح الفوز في المباراه دي، وهنقدم افضل حاجه عندنا علشان ننتصر ونصعد للدور ربع النهائي. المدير الفني لمنتخب بولندا قال انه سيعيد مواجهة منتخب فرنسا في الدور ال 16، وقال كمان عايزين نلعب باسلوب مختلف، احنا سعداء باللعب قدام بطل العالم والالقاب بتحقق الانتصارات وشفنا منتخبات كتيرة خرجت من دور المجموعات. ديدي ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي اكد كمان ان مواجهه بولندا هتكون صعبه، والمنتخب البولندي خصم صعب ولاعبته كمان عندهم خبرات كتيره ومنتخب متميز باسلوبه الدفاعي وعنده عناصر ممتازه في الخط الهجومي، علشان كده لازم نكون في افضل حالتنا. احيانا ممكن تحصل مفاجآت زي مثلا مباراتنا مع تونس، لاعيبه تونس كانوا متحمسين جدا وجمهورهم كان مصدر حماسهم. أعلنت شبكة جلوبال البرازيلية غياب الثنائي أليكس تيليس وجابرييل جيسيوس عن المشاركة في مع البرازيل في المباريات المتبقية من كأس العالم، وده بداعي الإصابة، وده بعد خضوعهم امبارح لأشعة رنين مغناطيسي لكشف حجم الإصابة اللي أكدت بشكل مبدئي استبعادهم عن قائمة منتخب السيليسيو. نشر قائد منتخب أوروغواي لويس سواريز تغريدة بعد ما ودع منتخب بلاده منافسات النسخة الحالية من المونديال، وده رغم تحقيقه الفوز على غانا بهدفين دون مقابل. وقال سواريز على حسابه الرسمي على موقع تويتر إن توديع كأس العالم يعني بيؤلمنا كثيرا، لكن لدينا راحة بال لأننا نترك كل شيء لبلادنا، وفخور بكوني من أوروغواي وشكرا لكل من قام بدعمنا في كل جزء من العالم. خلصت نشرتنا الرياضية، نروح لفاصل ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر.